اهلا باعزائي المشاهدين مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب. النهارده معدنا مع الاثاره والمتعه والحلقه 12 بعد الالف للسنه 29 من برنامجكم مواقف وطرائف. هتسالوني انت فين يا جلال؟ انا هنا بقالي اسبوع في وسط الغابات، وببات هنا قريب من الغابات علشان اقدر ارصد كل حاجه خاصه بالغابات. ويمكن حضراتكم شايفين ورايا الزبره، والزبره دي اللي هو الحمار المتوحش ده قوي جدا جدا، ولما بينقض على حد الحقيقه الخطوره هنا ان لما حيوان ينقض على حد وبيوقعه ويبتدي ينهش في لحمه كل الحيوانات بتيجي فما فيش رجعه. لكن انا يعني باخد المخاطره دي لان لازم، وعدناكم بالبسمه والدهشه على شاشه النهار اليوم، وده اللي بننفذه. لكن قبل ما نبدا الحلقه انا بستاذن حضراتكم في ان نتوقف استعدادا للانطلاق والاقلاع في سماء غابات افريقيا. استنوني، كلموا اصحابكم قولوا لهم جلال علام في غابات افريقيا، هرجع لكم تاني، استنوني. رجعت لكم تاني حضراتكم علشان نقدم الفقرة الأولى من برنامج مواقف وطرائف. مش هطور عليكم، مش عشان حاجة، عشان الوقفة اللي أنا واقفها دي صعبة أوي في الغابة. يا رب كل حاجة طرناها النهاردة تعجبكم. واخدنا فين يا جلال؟ المحيط والعنف بتاع المحيط. ونشوف بقى هنا، هنشوف حاجات لا يمكن كنا نقدر نشوفها قبل كده. هنشوف حضراتكم أكبر تجمع لسمك السردين في العالم، أطول طابور أو كول من السردين في العالم هنشوفه حضراتكم. بس نبدأ نشوف بقى المياه هنا، المياه اللي بتحوي إيه يا جلال؟ المياه اللي فيها الحيتان، اللي فيها أسماك القرش، اللي فيها أسماك الدولفين. يا خبر قسوة المياه. وهنشوف هنا كل حاجة هنشوفها هنا بأعداد كبيرة جدا. الدولفين ده بنشوفه واحنا رايحين الغردقة كده 2 3 4 10، هنا مئات الدولفين هنشوفهم مع بعض هنا، ومئات من أسماك القرش، وملايين من سمك السردين. ركزوا بقى معايا حضراتكم، واللي مشغول بأي حاجة يسيبها ويشوف اللقطات دي، لأن هنا شوفوا حضراتكم هنا، شوفوا المنظر اللي على شاشة النهار. يا خبر الشاشة من أولها لآخرها، والطيور في السماء، والدولفين بالألفات في وقت واحد. وبدام في طيور كده في السماء، دي علامة إن في حركة تحت المياه، في أسماك تحت المياه، في حياة تحت المياه. الطيور هنا هنقربها لحضراتكم لما ينزلوا ياخدوا السمك، حاجة إبداع. شوفوا حضراتكم ازاي من ارتفاع عالي جدا، والطائر بينزل وبيطلع، ما بيطلعش على الفاضي، يطلع وفي الفم بتاعه سمكة سردين. شوفوا المنظر وجماله، شوفوا ايه ده، والدايفنج اللي بتنزل رياضة. البشر لما اخترعوا لعبة الدايفنج هنا اخترعوها لما جم شافوا الطيور وهي بتنزل تاكل السمك. الدايفنج بينزل ازاي؟ ما بتنزلش بصدرها، بتنزل كده مدببة في المية عشان تخترق المياه، زي رياضة الغطس بالظبط. بقى القرش دلوقتي اتضاف للموضوع بتاعنا، يعني احنا شفنا الدولفين والحيتان والطيور والسردين قدامنا. The sharks and the dolphins hunt together. شوفوا بقى حضراتكم هنا الحاجة الجديدة هنا، القرش بيلتهم الدولفين. يعني الدولفين ده اللي هو اللحمة الرائعة بالنسبة لسمك القرش، لكن هنا بيتعاونوا هما الاتنين مع بعض، أنا وابن عمي على الغريب، يهاجموا القول بتاع السردين ده. القرش يجي من تحت والدولفين من الجنب عشان يوقفوا حركة السردين عشان يلتهموا. يعني
في ساعه الحاجه والضروره بيتصاحبوا مع بعض، الاعداء بتتصاحب مع بعض. القرش والدولفين، الدولفين عدو القرش، و بيتصاحبوا مع بعض علشان بيقدوا مهمه. دايما لما يكون الواحد ليه عدو كده ولا ليه حاجه يخلق له مصلحه معاه عشان يجيب منفعه ليه. اهو هنا المصلحه ان هم يتعاونوا القرش مع الدولفين عشان يخشوا على هذا ملايين من سمك السردين. حضراتكم ملايين. الغريب هنا على فكرة، الغريب هنا ان ده الكول ده بنسميه كول، يعني في العسكرية حتى بيبقى كول اللي هو مارشال، بيمشوا مارش طويل جدا جدا، مفيش ده طول الكول ده 10 كيلومتر. تخيلوا حضراتكم 10 كيلومتر كول السردين، مئات الملايين. وبتيجي بقى الاسماك اللي يعني زي ما يكون كرنفال احنا ماشيين فيه، اسماك بكافة انواعها واحجامها والوانها. لكن اللي احنا جايبينه اللي هو اكبر كول، اكبر طابور سمك في الكرة الارضية، هجرة السردين. طبعا الكاميرات وبتنزل تصور بقى الحركة اللي موجودة ده، وازاي الخداع اللي موجود علشان التهام اسماك السردين دي اللي ماشية بسرعة جدا في طابور. قوة اسماك السردين هنا في ايه؟ طبعا سمك السردين دي ضعيفة جدا، قوتها في التجمع، قوتهم في وحدتهم مع بعض. اهو شوفوا بقى القرش جاية منين. طب ازاي كلموا بعض يا جلال؟ ازاي القرش كلم الدولفين قال له انت تيجي من هنا وانا اجي من تحت وانت تيجي من فوق؟ ايه السيمفونية دي؟ ادي الدولفين اهو، وادي ده، وجمعتهم المصلحة. وده الموسم بتاع هجرة السردين ده بيقعد 6 اسابيع. الكول بتاع السردين ده، مئات الملايين من سمكة السردين بتقعد 6 اسابيع. بيجوا بقى الكول ده اللي هو قلت لحضراتكم طوله 10 كيلومتر، بيجي يقرب بقى من الشاطئ. وطبعا موسم الهجرة، ولما يقرب من الشاطئ وبيروحوا بقى ناحية الشمال، والمعلومات بتروح لأهالي المدينة ده كول السردين جاي لنا، وهم جم قريبين قوي من الشاطئ. الطول 10 كيلومتر، وشايفين هم الغامق الأزرق ده، وحدتهم أكنهم كيان واحد. طبعا عشان يخترق هذا الطابور من السمك السردين، ازاي بيجمعوا بعض بالطريقة دي؟ ومين القائد بتاعهم؟ ومين اللي بيقول لهم نمشي كده ولا كده؟ سبحانك يا ربي فيما أبدعت. شوفوا احنا مقربين من الشاطئ ازاي اهو، كل اللون الغامق ده مش لون المية، ده اسماك السردين. 10 كيلومتر، بكررها تاني علشان ده في موسوعة جينيس بوك اوف ريكورد اطول طابور في الكرة الارضية اللي طوله 10 كيلومتر. في الحروب طبعا، والحروب العالمية كان فيه يعني كل من الجيوش وكده، لكن عمر ما حاجة وصلت 500 متر 600 متر. بيجي بقى الناس اللي هم عايزة تاكل السردين ده، بينصبوا بقى الشباك بتاعتهم، بيعملوا دايرة كده. طبعا احبابنا الصيادين في اسكندرية عارفين الكلام ده، علشان يعملوا دايرة كده من الشبك، ويبتدوا يسحبوا الشبك. واهل المدينة بقى هم طلعهم، يا دي الخير، يا دي السعادة، يا دي الفرحة، الخير جاي يا ولاد. العيال الصغيرة والاطفال والنساء والرجال كله طالع، الخير جاي، والهمة هي والفرحة موجودة. اهل المدينة كلهم مفيش حد مكشر، الموسيقى بتلعب والابتسامة والرقص. كل السردين وصل لنا يا رجالة.
يعني لو كل السردين ده يغير رأيه بس مرة كده ويجي لنا على الشواطئ بتاعتنا كده. بصوا السمك، بصوا الملايين جاية ازاي وببلاش، الناس عمالة تعبي ببلاش، مش بفلوس، كله جاي. بصوا والستات الكبيرة هي جاية، واللي بيحط في الشنطة بتاعته اهون، واللي بيحط الفانيلا بيملاها يا خبر، واللي بتحط في الهاند باج بتاعتها، وجيوب الناس ما فيهاش فلوس، فيها سمك، حط السمك في جيبه. حسبي يا ستي هتغرقي ما بتعرفيش تعومي. السمك كتير والخير كتير، الفلوس هنا عشان يشتروا بيها الاسمتة دي، اما السمك ببلاش. اللي عنده مطعم يجي ياخد اهو، ده عشان يشتري البتاع البلاستيك دي، والناس تاخد والخير كتير. شوفوا بقى لو جلال بيحلم، نحلم معاه ان يجي لنا كل ده بقى، اسكندرية وبورسعيد والسويس، والناس تطلع واسعار اللحمة تنزل في الارض، والفراخ، والناس تاخد السمك وتفرح. يا رب. شوفوا بقى حضراتكم اهو بقى، خدوا اهل المدينة كلهم، ويفضل الكول ده 6 أسابيع. جاء يعني الفرحة كلها، وأهل المدينة والأطفال وكل ده مجانا ببلاش. اللي عايز ياخد مفيش، يعني كميات غير معقولة. ده موسم الهجرة بتاع السردين، حاجة مثيرة جدا 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 الحقيقة. يعني أنا نفسي مندهش، جلال مندهش، مندهش معاه. بنيجي بقى لحضراتكم للفقرة التانية اللي هي طرائف وغرائب من كل أنحاء العالم، ونفس السؤال، إزاي يا جلال أنت واقف في الغابة ووراك البافلوز هنا، الجاموس الوحشي، وعلى يميني هنا الزبرة، وهتجيب لنا حاجات من كل أنحاء العالم؟ ده جلال علام، ما حدش يقدر عليه، بجيب كل حاجة من كل أنحاء الدنيا، لكن بنتوقف استعدادا للانطلاق للبداية لهذه الفقرة. استنوني، قولوا لأصحابكم يفتحوا قناة النهار اليوم، راجع لكم تاني. من المحيط الأطلنطي في إفريقيا، رايحين للبريمير، دوري البريمير، أعظم وأقوى دوري في العالم، البريمير. نشوف حضراتكم الطرائف اللي بتحصل في ملاعب كرة القدم، الكابوس اللي ممكن يحصل. الواد اللي ورا ده سوابة، ده حرامي الواد اللي ورا ده، بصوا مستخبي، مستخبي ورا الجون، شوفوا عمل ايه. وتسجل الهدف. يا الحاجات دي خلت الناس هتتجنن، الحاجات الغير عادية دي اللي هي ما بتحصلش خالص، عمرها ما حصلت عندنا في مصر دي. ممكن ما كنتش حصلت في مصر عشان ما حدش بيحب يعمل الحاجات اللي هي يتسرق كده ورا الجون والبتاع والكلام ده. دي ممكن تحصل فيها ايه دي يا راجل؟ يا راجل يعني انت بتكعبل نفسك؟ دوري البريمير، دوري البريمير، وياخد طبعا طبعا بينالتي، ومثلها صح وعملها صح الواقعة، ويضرب البينالتي تتصد. طبعا اللعيب اللي بيشيل لعيب كده وبيجري بيه، ده عضلات رجله تمام. يعني الحقيقة فرصة، شوفوا الأسى والحزن ازاي، فرصة ما تضيعش، ما تضيعش أبدا. اه، والجمهور ما بيرحمش. This keeper has modeled himself on Peter Schmeichel. He's got crap hair, a big red nose, and he comes up for corners. Only he scores. هنا بنشوف حضراتكم هنا الارتفاع.
الارتفاع وازاي الفرحة الرائعة اللي بتبقى ورا كل هدف. وحارس المرمى هنا يا ترى ايه اللي هيحصل؟ شوفوا شوفوا حارس المرمى يعني قدامه الدنيا واسعة. شاط في اللاعب ازاي؟ مش قاصد طبعا، مش قاصد. وبيخش بقى طبعا، اللي بيسجل هدف في البريمير ليج ده بيبقى حاجة جميلة جدا جدا. والكرة عمالة بتتنقل ازاي؟ بعد ده كله يا راجل حرام عليك. طبعا بيبقى وقت صعب قوي قوي على اللاعب ان هو يخلي الجمهور يزعل قوي كده من الفرص دي. يا ايه السرعة دي؟ ايه الجمال ده؟ شوفوا منين بقى حضراتكم؟ شايط الشوطة منين؟ عارف قدراته اهو، بيقول لهم شايفين؟ شايفين قدراته؟ شايفين قدراتي؟ شايفين مهاراتي؟ واللي واخد شمسية ده قال يعني. طبعا ما يخلاش الأمر، الكلب خد الكورة في أثناء المباراة. ده هياخد كارت، هنشوف ايه اللي هيحصل. عضه من رجله. بتشوف الحماس، وده طبعا عشان يلفت النظر اليه. نزل بالمايوه في الارض، وطبعا المباراه وقفت. وشوفوا اللعيب ده عمل ايه، كعبله كده من غير ما حد ياخد باله. والبوليس هنا خلاص، هي التكتيفة دي انتهت. هو شارب كوباية عصير، وطبعا دماغه بصوا خفة الدم هنا. الطفل ده سنه 4 سنين، 3 سنين ونص بالظبط. بصوا الجمال هنا وبيعمل استرتشات للعضلات بتاعته. الاستاد فيه 80,000 متفرج، يعني هتجيله فرصة امتى؟ الطفل ده 3 سنين ونص، ان 80,000 متفرج وعدسات التلفزيون وبرنامج مواقف وطرائف، كل الدنيا بتبص عليه، ما استحملش الضغط ده فابتدى يبكي. وشوفوا الشخصية الجميلة بتاعت الرياضي بهداوة كده، وقال له طب تعالى حبيبي اجري معايا، وبيصطحبه في هدوء. طفل جميل جدا جدا والله، طفل جميل. وقال له حط رجلك على الكوره كده زي لعيبه الكوره. وهنا لا ده حارس مرمى ده لازم يديله استغنى، حارس المرمى ده لازم تاخد استغنى يا راجل. حد يعمل كده؟ بصوا الشوطه دي بقى حضراتكم. 21 يا ليه حق. هنا طبعا المتابعة بتاعت الكورة واقتناس الهدف في دوري البريمير. نيجي بقى لفقرتنا المميزة الرياضة في الغابة. هتجيب لنا ايه يا جلال النهاردة؟ الرياضة في الغابة انا ما اعرفش، انا راكب العربية المصفحة ومعايا الناس المسلحة ورايا، اي حاجة بتظهر في اي وقت بنزل من العربية نرصدها، فخليها مفاجأة فقرة الرياضة في الغابة. واخدنا فين يا جلال؟ معقولة الأمطار بهذه السرعة؟
بدام الأمطار يبقى السحاب وتبقى الرياح والأعشاب بتتحرك وبتنتعش والحيوانات تستكين. مفيش صراع حيوانات في أثناء هطول المطر ده. كل حيوان هنا حتى الأسد بيأخذ خطواته في هدوء لحين الانتهاء من هذه الرياح وهذه الأمطار وهذه المعجزة الإلهية اللي بتنزل من السماء على الغابات بكائناتها بحيواناتها بأعشابها علشان تزدهر النباتات والأعشاب تنمو والأشجار تعلو والحيوانات تنضف وتاخد دش بقى علشان يستحموا. كم مرة في السنة بيستحموا؟ يا سلام على الانتعاش والدش الجميل السائع اللي بيجي للحيوانات كلها ينعشها. ومياه بلاش ولا مياه جاية من هنا لا 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 لا، المياه بكميات وفيرة جدا، وكل الأمطار ما تيجي يستحموا كلهم ويزيلوا البقع والقاذورات من على أجسامهم وينتعشوا ويبتدوا كده في نشوة جديدة. حد يصدق المعجزة إن بيبتدي كل حاجة من نقطة المية دي؟ كل حاجة بتيجي قدامنا أساسها نقطة المية اللي احنا شايفينها دي. بيتخلق أنهار ووديان وأمطار. يا سلام. الدنيا كلها بتتحرك، وحتى لما المياه بتجف لكن بيبقى الأمل موجود أنها تعود تاني عشان الحياة تستمر. شوفوا بعد الأمطار كل حاجة بقت نظيفة، والطيور حتى كل واخد دش مستحمي، ومجتمع الغزلان الجميل الغزالة أرقى حيوان في الغابة، متعلمة وبتتكلم لغات وبنت ناس ومتربية. لا يمكن تصاحب حيوان زي الحيينة ده، الضبع ده قبيح. الطيور على أشكالها تقع، ما تلاقيش غزالة مصاحبة حيينة أبدا. وادي الزبرة، وهنا عناق السحاب مع الأشجار ومع قمم الجبال ومع الطبيعة الخلابة اللي هيطلع لنا منها دلوقتي الغرائب اللي بوريها لحضراتكم. ألوان الطيور أهيا، وألوان الأزهار لما بتتفتح، وأنواع الأزهار وفروع الورود لما تتمايل بألوانها الجميلة الرائعة. كل ده بعد الأمطار. يا على الحياة، ويا على الجمال، ويا عليك يا أفريقيا. الأشجار هنا بتنمو، وورق الأشجار بيكبر وبيبقى كله يعني نظيف جدا. الطيور هنا والحركة بتاعتها فوق المياه، وهنا بقى طابور الأفيال ده رب الأسرة، الفيل الكبير ده الأب وراه الابن الصغير، وفرحتهم بالمياه اللي جت وتدفقت، المياه اللي جت من الأمطار، وكله بيعلن عن فرحته بطريقته. في فرحة والاستحمام هنا، الفيل بيعوم على فكرة وبيعوم كويس كمان. العيلة هنا ما بتفرقش بعضها،
بيمشوا في مجتمع متجانس مترابط مع بعضهم. شوف القرون بتاع الفيل وجمالها والرشاقة بتاعت الغزلان. The long search for water is over and there is joy in the world once more. الزبرة والأسود وعناق الأسود مع بعضهم. الفيل والجمال بتاعه فوق المية وتحت المية وبيمشي على الأرض في قاع النهر بيعوضوا أيام الـ يعني أقول إيه، القحط والجفاف. كانوا عطشانين وكان حالتهم حالة. شوفوا الحركة اللي كلها نشوة وسعادة. ناقص إنهم يغنوا ويرقصوا. الفيل مش عارف يشرب ولا يستحمى ولا يعمل إيه ولا إيه بالمية اللي هو، والطاقة الكامنة هنا اللي بيطلعها تحت المية. أعزائي المشاهدين، ونيجي بقى في نهاية البرنامج، وطبعا ما يعني ما نقدرش ننهي البرنامج إلا ما أقول لكم أعزائي المشاهدين ما تنسوش معادنا نفس الميعاد، غرائب وطرائف وعجائب ونوادر بوعدكم كلها جديدة، بطيرة أجيبها لكم من كل أنحاء الدنيا لنبثها إليكم من خلال هذه النافذة التي تفتحها لنا شاشة النهار اليوم في مساء نفس الموعد من كل أسبوع. أحمل حضراتكم في عقل الفكرة وأصحب معي إليكم البسمة، الدهشة، اللقطة النادرة، و جلال علام من غابات وأدغال إفريقيا. تصبحوا على خير.